السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم طيب مبارك إن شاء الله. مرحبا بكل الإخوة والأخوات، صباح الخير، وأسأل الله تعالى تكون بصحة وعافية إن شاء الله. نحن في عطلة الأسبوع، يوم ويوم السبت. البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى كنا في جلسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين والمسلمات بالشفاء والبر والخير، اللهم آمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي علمنا وفهمنا واستعملنا. فيومكم طيب مبارك وصباح الخير، وباش ما تمنيتم إن شاء الله، وعطلة سعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالأخير كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الباحثين مزيان؟ الحمد لله في نعمة، الله يجزيك بخير. أنا الشاب اللي دويت معك من فالنسيا. نعم خويا. ارسلت لك في الرقم السويسري وما جاوبتنيش، وقلت أنا نتصل به مكالمة إذا كان شي حد. لا ماشي مشكل، ماشي ما جاوبتكش، غير شغل مع الناس والله، اتصالات وحالات الناس. واه داكشي علاش؟ عندكم داكشي مشحر. اخويا اش غنقول لك، تعاوني المغرب جيب لي شنا حتى لهنايا، وهذا خرجوا فينا هنايا. هو الحق دابا المشكل انكم مغربين مع المعاناه، والناس عندها في عقلكم كتنعموا صافي، فهمتي؟ كنت انا مشيت للمغرب، درتو واحد الرقيه، وجيت واحد الراقي اللي يدير اضربني، دار لي الضو نتاع كاع الضو. والله الا دار لي الضو في الجو ديالي. مشكله هذه. غير بالنسبة دابا عندي المعاناة بزاف، وغاد نهار 30 إن شاء الله عندي سميتو بحال شكل عدوية، بحال شكل عملية في الكرش ديالي، وأنا هادشي عندي يقين متأكد بلا غا من الأبحار. عملية علاش؟ بغاو يشوف هادشي اللي عندي في البطن ديالي، ما عرفوش شنو هو كاع، ما عرفوش. ما عرفش عندك العملية؟ نهار هاد 30 إن شاء الله في العشية، بغاو يديروا لي ديك الكاميرا باش يشوف، ما عرفوش شنو عندي، بغا يبداو بداك الشيء. المهم ما غديرش العملية بعدا، غدير غير دابا الفحص. هو قلت إذا كان شي موعد مع ما كنخدمش دابا الحد، إذا كان شي موعد نجي عندك. ما كاينش، تكون علمتيني قبل وقلتي لي هذا المشكل ممكن صعيب. واه والله تكون علمتيني صراحة، وحكيتي لي أن عندك هذا المشكل، ما غاديش ندخل عليك. لا انا كنقول الناس يسمعوا، اللي عنده حاله خاص يحكي لي الناس، لان كاين شي حالات انا اللي غنحكم. اذا كانت عندها علاقه بالطلاق، عندها علاقه بالقتل، عندها علاقه بالانتحار، عمليه جراحيه، غنحاولوا كندير نعجلوا بها، فهمتي؟ حنا خصنا نحاولوا نخدموا بعقلنا وبالانسانيه. شوف انت دابا دير الفحص، ولكن ما ديرش العمليه، فهمتي؟ ورد عليا. فاليسيا ما غاديش نضرب فيها شي دوره. ماشي مشكل، نمشي معاك حتى للمريخ، انا ماشي مشكل. انا عارفك ضعيف، تمشي معايا للمريخ. ماشي مشكل، غير خاصنا غير نضبطوا الامور باش ملي نجي وندير الرقيه سواء هنا ولا عندك، فهمتي؟ نكونوا على الاقل عارفين شنو كاين. صافي، انت غير بعدا كاين الرقم، شحال الرقم عندك فيه؟ 67. صافي، انت غير ان شاء الله تعالى دير الفحص نهار 3 وتصل بيا. صافي صافي، واخا الرقم منين؟ ماشي مشكل، في هذا الرقم وفي الواتساب. واخا ان شاء الله يسخر لك اخويا، الله يكبر لك. امين امين. السلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه صراحه المكالمات فيها اشياء عجيبه. حكى لي واحد الشاب اتصل بيا، ام كتبكي مع الزوج ديالها، وهذه من الاشياء الكثيره في اوروبا، وصراحه ألمتني كثير، لأن القصة فيها واحد الأبعاد خطيرة. كيقول لي بنتي عندها 16 عام، عندها 14 عام، لا بنتي عندها 16 عام، فكتبغي تخرج الفاحشة كل ليلة. هي كل ليلة كتقول با وامها راه الشيء كيغلبني، راه ما كتحكمش، بقى صغيرة ومربينا على الأخلاق، وكيشوفوا الحياة والثعابين. المصيبة الأخرى، ولدو عنده 14 عام، يوميا كيجيو يدوه للبوليس، يوميا كيصحبوه الشرطة، يوميا أنه كيشد الناس وكيضربهم بالعنف، كيديوه الشرطة. كيقول لي بابا أبي، رانا ما
انا راني ما كنديرش هذا الشيء، راه شي حاجه فيا قويه كضرب الناس تشدوني البوليس. قال له دائما كنشوف حياه في السعابي، ملي كتحس كي الام كتبكي والاب مأثر. انا كان صراحه كنقول لا حول ولا قوه الا بالله، كان الله تعاون هذا الاب وهذه الام. البنت تدخل في الليل الفاحشه والابن يومين كيدوي البوليس. هذه جزء بسيط جدا من معاناه الناس في اوروبا، انتقام اللي تعرضوا ليه الاصهار، اللي تعرضوا ليه الناس في اوروبا، على المال، على الرزق، على القبول، على الزواج، على الخير، حتى على الاخلاق والتربيه. يقولك في اوروبا مربين ومخلقين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الله يبارك فيك خويا الكريم، الله يحفظكم. الله يجزيك بخير بارك الله فيك. هذيك البارحه من مره شفنا شي كبير وباشر. ذكرني بالحاله خويا، ذكرني بالحاله. تقطعت لي، عاود اتصل بيا خويا، راه تقطعت بوحدها. لان كثير هي غير فقط في اسبانيا الحالات اللي كتتصل، ما نقولش لكم بالعشرات، راه وصلت للمئات. هذه فقط في اسبانيا. وكاين الحاله اللي فيها اسره مريضه، وكاين الحاله فيها الاب والام والابناء امراض بالموروث والسلاله. تخيل معي ملي كنشوف بيت واحد كله مصاب، الزوج والزوجه الابناء. وكنقول لك هذه الاصابات راها بالمئات الان. صراحه المغاربه كيعانيو، المغاربه جزائريين توانسه المغرب العربي اكثريه للاسف كيأديو الثمن ضريبه ديال ثقافه السحر، بل حتى جنسيات اخرى كاللبنانيين كالمصريين كالفلسطينيين الخليجيين، كلهم كيتصلوا بيا وكيعانيو صراحه. ولكن الاكثريه اللي كنشوف، الاكثريه هما المغاربه والجزائريين مساكن، يعني الاكثريه. طيب خير ان شاء الله تعالى. والمشكله الاخرى هي بعض المرات كتشوف ان العلاج عنده مفاتيح، ولكن كتلقى الناس عانوا مده 20 عام 30 عام 40 عام ما فهموش حتى حالتهم، ما فهموش حتى التشخيص، ما عرفوش شنو عندهم، ما تكلمش اللي فيهم. كتلقى تعجب تقول يعني هاد المعاناة وهاد العذاب 30 عام 20 عام 15 عام 10 سنين 7 سنين فوق 30 عام 40 عام ولم يفهموا الحالة. هنا كاين إشكال، هنا كيتبين لك أن ثمة إشكال. الإشكال هو أن هذا المجال هو مجال شريف وكريم، وفيه البركة وفيه الخير وفيه النية، وفيه كذلك بتوفيق الله تعالى العلم، وفيه الفهم، وفيه الصدق، وفيه الاجتهاد، وفيه الإخلاص. كاين بزاف الشروط باش يمكن الانسان انه يفهم عالم الجن وعالم الشياطين، نفسيه الانسان ونفسيه الجان، باش يوصل باذن الله تعالى الى الاهداف. يعني هناك بعض الناس اللي باغيين غير الاستشاره هكذا، وتوجههم توجيه صحيح، تعطيه البرنامج وعلم مباشر، تقول بعد اسبوع اتصل علينا وقلنا شنو بالك في الاشاره. فرق بين نعطيك برنامج وانك تختاره انت، وفرق بين نقول لك تبع خطوات ونفهم التشخيص وتحطو انت، لانك تعب بالتجربة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نعم ربيع؟ اي نعم اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفاش راسك اختي، شنو المشكل اللي عندك؟ لا ما تخافيش، انا مولف الجنون والناس انا واخا يسمعوني. ما عرفت كيفاش حركات لغه الحركه والاشاره، ما نخليهمش يتاثروا بهذا الشيء اللي معايا. ما تخافيش نخليك معاه. والله العظيم كنت بغيت نغطي على العمارة وهذيك.
عليكم السلام ورحمة الله. شنو المشكل؟ هي الزوج ديالها. باش تفهم بان هذه السيده الزوجه ديالها هي الاخت ديال الام الطاهره اللي تكلمت معك من شهر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعم على المباشر. المباشرة. هذه اختها. هذه اختها. امين 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 امين. النهار هذاك النهار فاش كانت تتصور على الاخت الظاهره. نعم. درت لها صوره الرعد. نعم. الاخت ديالها هنا في فرنسا كانت هي تتصرع. يعني عندهم هذاك الشيء مشترك. ولكن لا تذكرتي بان عائشه قنديش اللي اسمها غرفها هكذا وسلمات. نعم. عند الاخت ديالها عند الاخت ديالها داخله في يعني عائله في عائله. خويا شوف انا نتمنى كيف عاونت الاخ الظاهره نعاون زوجتك، ولكن انا في مكان عام. انا فهمتي انا الان في قهوه، انا في مكان عام في مقهى فهمتي في قهوه، فما غاديش يمكن لي دابا حاليا. بالعكس كيف تعاونت مع اختي تعاون مع هذا شرف ليا فهمتي. اعطيني غير اعطيني وقت اخر ان شاء الله ونتعاون معاها. انتما في فرنسا؟ فرنسا. فين فرنسا؟ شنو بلاصة؟ اورانج. حدا فالونس، تخمن فالونس الطريق ديال ليون. طيب قريب من ليون. لا ساعتين وربع. طيب ماشي مشكل. انت شوف تواصل معايا وشوف قول الاخت زهيرة وزوجي يصيفطوا لي الرقم تاعكم لحقاش سجلت سميتهم صافي. دابا الجين باغي نعاونو، الجين باغي نعاونو. دابا عندها كاينة الحالة ديالها يعني بحال الشكل ديال الظاهرة، عندنا الأولاد ديالنا ما باغينش يقراو. وعندها وكاين تيقول مثلا العقل وشي ماسوني ولا هذا اللي شاد العقل. يعني وانا انا عندي عفوسات فهمت، يعني كيوصل عيد الاضحى فنخرج من الخدمه على ابسط الاشياء. دائما ولا ملي جينا فرنسا كنا في الاسبان. شحال من عام فرنسا دابا؟ يلا عندي من شهر 9. نعم. شحال من عام تكونوا مزوجين؟ 2004. 2004. لا اخويا ما عرفتش نقول لك دابا. انا اللي يمكن لي نقول لك اخويا انا نتعاون معك، ولكن غير هو الوقت ماشي مناسب، فتواصل معايا باذن الله تاع وقت اخر اللي نوعدك ان شاء الله تعالى ان شاء الله نتعاون معك فهمتي؟ ان شاء الله. لا يعني عقوشات ديال الدراسه، يعني الدراسه تاعنا كنت متفوق وكاين عقوشات وبرغم ذلك تنحصل على بعض الدبلومات وهذا، ولكن مع مشقة الأنفس. يعني مؤخرا تنحضر واحد الماستر خليته هكذاك في المرحلة الأخيرة ديالو خليته. عندكم أبناء؟ عندنا أبناء، حتى واحد فيهم ما تقرا. حتى واحد فيهم ما تقرا. علاش؟ القراية تسمك. ها؟ قالت لك الكبير تذوق عليه ديما المشاكل، ديما تذوق عليه المشاكل، ما تيقراوش ما تيبغيوش يقراوش. شحال في عمرهم؟ الكبير عنده 17، يلاه كمل 17 وكاينين توأم بنت وولد عندهم 14 عام. 17 عام يعني راه باع عليه المستقبل ديالو. راه باع عليه. قالت لي دابا يعني قالت لي يعني دير حرفه هنايا راه ما
ولا دابا تا قبلوا قالوا لي داروا لي هنا التيست في لافرون قال لك راه مزيان هو راه مزيان علاش ما يكملش يعني يدير الباكالوريا هنا ويكمل ولكن ما بغاش قالك قالك ندير حرفه ملي سجلنا في الحرفه بغينا نسجلو قالك لا رجع ندير الباكالوريا وهكذا تبقى لي كامل وهو تيلعب في البلاي وراش ما ايوا ما عليك اخويا الا بعلاجهم غيبقاو يضيعوا المستقبل ديالهم وحياتهم شويه غيضيعوا الاخلاق ديالهم شويه غيضيعوا لهم الحريه ديالهم فهم كلامي اه انا لا اله الا الله والبنت تبقى غير تدير في المكياج غير في المكياج نعم البنت تبقى تدير في المكياج وتبقى مقابله المرايه واه اش نقول لك الاشكال ماشي في البنت دابا الاشكال في اللي ساكن في البنت اه عرفتها زعما الله يجازيك بخير شيخنا لك لا قدرتي تساعدنا زعما راه شنقول لك راه ضايعين وصافي احنا من اجل الابناء مازال احنا كبرنا شاف عمرك انا عندي 48 وكبرتي يا خويا كلي 48 باقي ما تزوج بس على الابناء مازال احنا كبرنا في بيئه ديال المغرب شويه قاصحه وتنعرفوا نخرجوا ريوس مرا نعينوا بزاف ونجيبوا شي ديبلوم على مشقه الانفس ولو كاين عكوسات في الدراسه يعني من المغرب كاين عكوسات متفق معك متفق معك شوف اخويا ارسل لي الرقم باذن ويكون خير ابشر بالخير اخويا هذه الامور كلها ان شاء الله تعالى مغلوب عليها ما تهز هم والو الامور راه ساهله غير للاسف كان انا عشان كنغوص وكندير الدروس وكنتكلم اش يا خويا يبقاو الناس معذبين 40 عام 30 عام ما لقاوش اللي يفهم وما لقاوش اللي يعاون خير ان شاء الله تتواصل معايا في حال ما جاوبتكش الرقم ديال اخت زهيره مسجل الرقم تاعها صيفط لي الرقم تاعك معاه صافي صيفط لي في الرقم السويسري او لا في حيت الواتساب ديال زوجة ديال الاخت زهيره مسجلو عندي غير باش ما نضيع باش ما نتصلش بيا وما نجاوبكش فهمتيني يلا مرحبا مرحبا امين امين السلام عليكم مرحبا خويا اي نعم نعم مرحبا شنو المشكل اللي عندك خويا نعم الانجاب شحال من عام انت مزوج شحال 10 سنه وزوجتك عندها شي اعراض حالاش وملي كتسمع الرقيه باش كتحس خويا شحال ما كندير الرقيه يا كيطلع شي حاجه كتضر ايوا صافي ايوا اذا صافي الزوجه مصابه اذا الاصابه باينه 100% شوف اسمعني اخويا باختصار شديد لما كتبان العله عند الزوجه الحيه والافاعي وكتاثر بهذه الامور اذا الاصابه موجوده انتم من 2013 الى اليوم زوجين 10 سنوات ما جبتوش الاشكال دابا فين كاين الاشكال هو التجاوب اللي كاين هذا الجيني كيتجاوب معكم بالاعراض خاص اللي يمشي معاه يسيس معاه حتى يطلع ويسيس معاه تيسمع القصه ويسيس معاه حتى يسلم ويسيس معاه تيصلح مع افسد ويسيس معاه باذن الله تعالى ويخرج راه الاشكال اللي كاين هو 10 سنين مرت هباء منثورا فهمتي ولا لا؟ هذا هو الواقع هو هذا دابا اللي كاين خاص الزوجه تاعك تجتهد في الاستماع للامور ديال البطون والارحام وتعطي الانجاب وتفهم نوعيه السحر دابا لو كان زوجتك حداك تعطيني غير ملي كتسمع الرقيه شنو هما الكلمات اللي كيأثروا فيها؟ وعلاش وقفتوها؟ هذا هو المشكل وكانت على الاقل زوجتك على الاقل تبقى تسمع غير الرقيه مره في الدار والقران انا اسمعني يا خويا لك الحبيب وكنتكلم معك بواقع تجربه فمن اللي كتكلم معايا انت على الحياه والثعابين والاعراض واضحه وضوح الشمس نهار جميل كما يقال راه هنا الطيب كان غير كنستانسوا به
ماشي كناخذو كلامو ب 100%. اي ملي كيكون شي اسمع اخويا، ملي كيكون شي مرض مستعصي ما كنقولوش للمريض لا ما تشعر الطبيب، لا كمل مع الطبيب، ولكن كنجتهدوا حنا في الشق الاخر اللي ما غينفع ما غيضر، ولكن غيولي غينفعنا وما غيضرناش. اما بالنسبه للزوج ملي كيقول لك الطبيب راك معمره ولد، داك علمه عند ربي، لكن ملي كتبان الاعراض هو قالها خلال الامور العلميه الطبيه اللي بانت ليه، ولكن ملي غيطلع الشيطان مثلا والماسوني والثعبان ويصطح ما افسد، داك الطبيب بنفسه يقول لك اشنو درتي؟ الشيء ما كانش يمكن، هذيك الشيء راه تحل، داك الشيء راه تقاد، الحمد لله كثرات، فهمتي ولا لا؟ وراه شي كيوقع للناس اخاي، هو بغى يدخل لكم هذا الشيطان في الياس احباط. لا لا ماك شوف شوف، اسمعني اسمعني، والله ما كاين لا ياس لا احباط، شاف عمرك؟ باقي صغير ما شاء الله زوجتك؟ باقي ما شاء الله تولد وتولد وتولد باذن الله تعالى. باذن الله شوف لم ان نقول لكم ما كاينش الياس، هذا الشيء عادي. ابسط ما يكون هو انه ياثر على المبايض، اثر على الرحم، اثر على الحيوية المنوية، اثر حتى على الجماع عادي، ومن بعد يطلع ويتكلم ويحل العقد والحيات والحاسدات وتولي تصحب نفسك ممسوح على زوجتك والحيوية المنوية عادية، هادشي راه اسهل ما يكون. راه الاشكال فين كاين؟ هو خاص اللي يتبع معاهم يعطيهم الخاطر ويمشي معاهم بشوية بشوية. دابا اش كيوقع للناس ديال الخليج هذه اوروبا؟ كيوقع لهم السكن كلهم كينزلوا في الصيف، فالرقاص بعض الرقاص كيدير لهم تخفيضات، داكشي ديال الاسواق ديال التخفيض، وكيفتحوا لهم باش يحاولوا يدوزوا اكبر عدد في واحد الوقت قصير، والنتيجه الله اللي كيعلم بها، فهمتي؟ حيت السوق مفتوح خصو ما يضيعش. ها فهمت شوف اخويا العلاج ساهل، اللي عطيت لك زوجك غير واحد البرنامج واحد المقاطع تصنتيهم قبل ما نحدوا الموعد، انت براسك غتشوف التاثير باذن الله تعالى. لان دابا كاين انا نقول لك نعطيك مثلا اشياء في الواتساب شنو غتسمع، تنش فين غادي تحطو، طريقه النفس اللي غادي دير، مثلا كنتي تتزعم وكؤوس الحجامه ما تشرط ما والو غير خاوين، نقول فين تحطهم ليها، فهمتي ولا لا؟ وانا على يقين في اسبوع اخويا غيطلع وغيتكلم ويقول لك صافي اخويا شنو نوصلوا للمفاوضات. صافي ان شاء الله. انا اهم هادشي راه صدقه جاريه اخويا، ملي غتولد مرتك راه هادشي كيألم صراحه، وخصوصا المراه شتي انت مثلا غتألم وكتكون على يقين المراه كتألم اكثر منك. حيت العمر كيجري، الراجل راه حتى 70 عام ويولد، المراه العمر كيجري. راني فاهم. طيب خير. اي واش هذا كاين تحدي؟ نعم نعم نعم. الله اكبر. ايوا هذه هي باينه، ها هي باينه، هي معاك الزوجه معاك؟ هاو كانت معاك غادي نقول لها غادي واحد الطريقه تبقى تكرر فيها وغتحس بي طالع. اللهم بارك تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. شو أكبر من هذا؟ صافي انت اسمعني اخي الكريم، شو اسمك؟ سي عبد الرحيم. اسمعني مزيان، دابا انا كنزيد نعطيك اليقين، لما عملت الرقيه اثرت على العارض فكان الحمل، فهمتي ولا لا؟ وهذا يدل دلاله اكيده على ان الامر لا يتوقف على امر طبي، علاج طبي، انما هو امر روحي
جاب مرض طبي، زوال المرض الروحي يشفى المرض الطبي، فهمتي أو لا؟ صافي، السلام عليكم. خذي الأمر، الأمر الأمور واضحة. إذا الحمد لله مرتك تولد بإذن الله وتولد بشكل سليم وعادي جدا، لكن خاص تحيد المشكل العائق اللي كان عندها في البطن وفي الرحم. اللي غادي نديرو ديال إن شاء الله ديال الله عز وجل، اللي غادي نديرو هو أنك خاصك تواصل معك برنامج خاص مقاطع تصمت ليها، ونعطيك واحد النقاط تعملهم ليها في كؤوس حجامة، ونعطيك واحد النقاط تعملهم ليها في الثلج، ونعطيك واحد النقاط طريقة نفس. ملي نهار واحد تصبر مع مرتك واحد 3 سوايع غتكون تحسن، حسن دوك الرقات كاملين اللي مشتي عندهم. كون شوف اسمعني مزيان، هادوك ما عطاوكش الخاطر وما عطاوكش الوقت، اولا ما عندهمش التجربه. غادي نعطيك انا نعطيك الوقت ونعطيك النقاط، كون على يقين انت بنفسك تقول وهذا الشيء هو ساهل بيدي درتو، علاش ما قدرش يوصلوا للرقات؟ فهمتي ولا لا؟ ديك الساعه ملي غتقول تكون الامور معقده اللي فيها عقده مصيره كطلع كبير او ما مفهوماش، ديك الساعه انا غادي ندخل الان، فهمتي ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله. اذا تواصل معايا غير في الواتساب، ولكن اتصل فيا الواتساب ديال سويسرا هو اللي خدام. وراني بقيت سهرت حتى الصباح باش نعس، داكشي عندكم الجنون يا شادين، عندكم الجنون في الصباح مرسمين. نعم بعد الزواج بيومين درتي حادثة؟ شوف غتسمعني واحد النقطة نقولها لك. والله اخويا شوف قدر الله وما شاء فعل. المهم شوف كلام خلا طويل، خليني من بعد نتواصلوا في هذا الشيء. صيفط لي الميساج في الواتساب وبعدا نشرح معك، صافي؟ في سويسرا ان شاء الله. ونوصل باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله. كيبان ليا مع الجنود ديال اوروبا غنوصلوا للقطب الشمالي ونلقاو فيه جنود. الله يحفظك. شريف قصيره سنيدوس. طيب اخويا عبد تواصل معايا ان شاء الله. الله يحفظك. سلام. والله العظيم. طيب خير ان شاء الله. اللي راه المكالمات ما كتوقفش صراحة، الله ما كتوقفش. ناخذ نفس كما يقال. ف سبحان الله شوف 10 سنين ضاعت من الحياة دون زواج، مع أن الأمر سهل. مع أن الأمر سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير خويا. الله يكبر بك، بارك الله فيك. نعم؟ أها؟ بلد وليد؟ بلد الوليد، كنا كنتبعوا أنا كنت من محبي بلد وليد، ما شاء الله. بلد الوليد، أشنو المشكل اللي عندك؟ نعم اخويا كاين معاناه. كاين معاناه ولكن شي حاجه واضحه. بالنسبه للمراه كانت عندها شي حاجه واضحه. شحال من عام وتزوج بعدها؟ الحمد لله عندي وليدات. عندي وليدات. لا شحال من عام وتزوج؟ 18 عام. ما شاء الله. وهذه المعاناه عندك من الاول ولا يلا ولات؟ شحال كتبقى؟ 7 ايام 10 ايام؟ تبقى سيمانه
سيمانات تجوز سيمانات شنو؟ شنو قلتي سيمانة اش؟ تبقى ديك الفترة ديال هذيك الفترة ديال الحريق تبقى ديك السيمانة. ايوا. من بعد تمشي واحد الايام راه هنا في كاين المشكل. صافي فهمت فوالا. طيب. ولكن ملي كترجع ملي كترجع الدم كترجع دم حيض ولا كترجع دم اخف عادي؟ ايوا راه شي خاصه هي اللي تجاوبني حيت هادشي راه فيه تفصيل راه باش نوضح لك حيت كل حاجه عندها المعنى ديالها واخا من بعد كمل اخويا نكمل دابا المهم بقينا كما كان كنا تنخاصمو على ابسط الحوايج اها تنخاصمو عليها ايوا الدار عندنا راكم دارت معاك على المباشر راه عندي كنت تعرف سويسري المهم انا فاش نكون جاي داخل الدار بحال اللي داخل ليا هنا شحال السن ديالو شحال في عمرو دابا 17 عام هذه هي المشكل في اوروبا هي هذه هي المشكل الناس كانوا بقاو غافلين وما فاهمينش شنو عندهم حتى لقاو القنابل عندهم في الدار ملي ولادهم كيوصلوا 16 17 والقانون معاهم وما يمكنش تكلم معاه كيك شي كنا لقينا واحد راه في الشارع في الدار نعم كانت سيدة المهم السيدة ديالي كيفاش حتى كنا درنا واحد الحصة ديال الرقية وبان فيها بان فيها داكشي واضح المهم الحصة ديال الرقية كان دابا في الصيف هذا تيخرجوا العيال كيلبسوا على برا تيجمعوا داكشي ايوا واحد المرة كتجي مع واحد السيدة أخرى واحد السيدة تجي مع واحد السيدة هذوك بيناتهم هضروا قالوا قالت لها وحدة قالت لها أنت يمكن واقيلا مريضة قالت لها راه فلانة ما تنقدرش نقرب حداها قالت لها قول لها تمشي دير الرقية راه قالت لها العين إلا كنا انطلقنا من هذه النقطة هذه وكنا مشينا عند واحد هنايا في إسبانيا على أساس عندها غير العين ولكن من بعد كانت تأثير فاش كانت هي قرار سميتو كاين تأثير في العين في السحر دابا اخويا الكريم اذا الان زوجك حد الان باقي مشخصاش حالتها بالنسبه مشينا درنا جوج حصص يعني الحمد لله وصلنا ولكن هي ما بقاش بحال داك السيد ما بقاش ما كنحبوش ما نبرناش عندو باش نرجعو عندو داك الشيء فاش درنا ديك الحصه الاولى على داك السيد نعم مشينا للدار هو بعيد عليا بزاف قريب شي 900 كيلومتر وشي حاجه مش بعيد علينا داك السيد فاش رجعنا للدار جمعوا علينا داروا لنا هجوم بجميع انواع الاسلحه ما بقاوش يدخلوا منا تنطط لي كان كيوري لها الدير رجعنا الحصه الثانيه اللي قال لي هو كان الفجر الحصون ديالو مثلا بدات تخرج الضباب تخرج الشعر تدخل الشعر مزيان جيد اذا الامور اللي وصلتي لها مزيانه بزاف جيد ولكن قطعنا هذا الشيء دابا هذا هو المشكل هذا هو المشكل ما رجعش عنده ما رجعش لا وداز خطا صراحه ملي شاهد معاك وصلتي لهذه النقطه والشعر وكذا فالامر جيد صراحه وكان كتشد الكتف ديالها الوقت اللي فات ما كتجيبوش الكتف كنت نشوف معاك الدكتور في طبعا داك الشيء داك السحر داك الكاتب وداك الشيء وهضرت عليها وكيدرت لها الرقية ديالك الحديد داك الشيء المهم من بعد الشيخ هذيك من بعد الحصة الثانية فاش كنخش عن داك الشيء ما بقاش يطلعوا ما بقاش داك الهجوم داك الشيء كثير بزاف ولات غير لا كتعصب عاد يطلعوا فيها كنبقى بوحدي كنقرا مثلا ايات الكرسي ما يبقاش نقرا وكان عندي سميتو كان قلت لها كاش هذا القرشه مرفوخه
كنورك على الكرش هاو داكشي تما تلقى مرك عليه وبحال واحد المره قال لي قتلتيني قتلتيني كي انا بغيت تموت شحال ديال شحال ديال المشاكل. المهم دابا داكشي المشكل اللي كان الدراري انا شي اخبار بالنسبه للدراري ما المهم الدار ما كاينش فيها هنا مثلا تدخل ديك السعاده في الدار ديك هنا في الدار ولا حاجه ما كاينش كل واحد بوحدو كل واحد سميتو الكبير ما تهضرش معاه دابا انت اسمعني خويا الكريم مسألة لهنا في الدار والسعادة في الدار عندها ملي كتغيب لأسباب كثيرة جدا. فملي كتكون الزوجة مصابة والأب مصاب ويكون الإصابة قديمة ويكون الأبناء حتى هما عندهم إصابة والبيت حتى هو عمر بالشياطين ديال الحاسد ديال الأصحاب، فبطبيعة الحال البيت ما غاديش تكون فيه السعادة ولا كانت تكون أحيانا وتكون دائما الفتن والمشاكل. أنت الآن كتقول لي التعطيل على الأبناء في كل شيء، في العلم، في الدراسة، حتى في العمل. الخدمة ديالي كان عايش فيها بزاف مقارنة مع بالنسبة لطبيعة العمل ديالي ومع الناس اللي كتشوفهم معايا، الأمور ديما تتكون ميسرة الحمد لله. الله يبارك فيك. بالنسبة لي أنا تكون عندي الأمور شوية صعيبة بزاف. مؤخرا ما ولفنا نعاس بزاف كلشي نعاس. ورغم ذلك شيخ راه التأمين الحمد لله صلاة الوقت صلاة الجماعة القرآن تنحاول مؤخرا تنحاول واخا ما تنكملش سورة البقرة وليت تنقرا مية جوج أحداث في النهار وليت تندير الأذان في الدار كنت درت الماء المرقية شتو سميتو تندير الأذان مثلا في أركان البيت شحال من الحوايج وزيد كان واحد النقطة جات عندنا واحد السيدة تعرف الكبار في المرة ديالي جات عندنا هي وبنتها زين كان عندهم كانوا واقعين عليهم مشاكل كبيرة بزاف كان عندهم مشاكل بزاف وهذيك البنت بحالها باقي عندها هي الحمد لله ولكن باقي عندها قلت لها جات عندنا قالت لها خالتي راه عندي بزاف ديال الأصحاب مرت قالت لها ما قطعش المزاع قالت لها مش بحال هذي قالت لها راه عندكم جوج نقطة قالت لها راه بيقطعوا شي يجيبوك قالت لها هي ما تشوف داك الشيء بلا ما عرفت ما نعرف وبنت صغيرة قالت لها راه تشوف داك الشيء قالت لها ولكن ما يقدروش يوصلوك قالت لها راه تيبغي يخدعوكم قالت لها ولكن ما يقدروش يوصلوك قالت لها ما عندكش اهلا بشرفتي عاطف والله. طيب ماشي ما يقدروش يوصلوكم، هما وصلوكم اخويا. ماذا شو القضيه بولاس دابا الابناء كيعانيو في الدراسه وكبروا وكيعانوا حتى في العمل وانت دائما كتضيق بك ومرتك حتى هي، هما وصلوا لكم باش يكونوا نحطوا النقاط على الحروف. انت الان البيت عندك الابناء عندك اصابه، الإصابة هذه والحالة علاش كتسمى الحالة معقدة؟ لا كانت واضحة وكتكلم بوحدة وسهلة وما بقاش معقدة، ما بقاش حالة قوية، صح ولا لا؟ ايوا باش نكونوا منطقيين، راه اي واحد يقضي الغرض، راه الحالة المعقدة هي اللي ما بيناش. يقول لك انا ما كيوقع لي والو او لا غير نبض خفيف او لا عندي تعطيل غير شي حاجة، مرة كتأثر مرة ما كتأثرش، راه هنا في كاين اللغز، هنا في كاين السر. هذه من المشاكل اللي كتخبطوا فيها الناس ديال الخير والناس ديال الجاليه، معظمهم تاذوا من الناس اللي احسنوا اليهم.
نعم. نفس المعاناة معاك. تكتب معاك. هو اللي تتلقى معاك. دابا زوجك معاك زوجتك؟ معايا سول اقول له واش كتحلم شي حاجة في الليل؟ ما عمر عقلت على الأحلام. راه ساهل نشرح لك اخويا المساله ديال الاحلام عادي بالعكس ملي الانسان كتسمع لي الاحلام علم ان الاصابه قويه. علاش؟ لان الاحلام مفاتيح ودلالات وكيكون هناك شياطين اذكياء كيمحيوها. ماشي انسان ما كيشوفش الاحلام وانما كينسيو او كيمحيو، فهمتي ولا لا؟ شوف اللي غنصحك بها خويا، دابا ماشي المشكل الدراري، دابا المشكل ديالكم كاملين. انا كنتكلم معك باللفظ الصحيح. دابا المشكل قبل ما يكون في الوليدات راه في الوالدين. الوالدين اللي تغافلوا على المشكل كبر في الوليدات. انتهى الكلام. نعم احيانا كتكون شي حوايج كبيره مأثره مستقله وخا مشاركه مع الوالدين ولكن كبيره على الوليدات، خاصهم يتعاونوا باش يداركوا حياتهم. هي دابا شنو خاصو يدار؟ دابا راه خاص رقيه تكونوا نتوما كاملين، فهمتي؟ انا متفق معك بلا موعد كيكون غيكون احراج. عندك الرقم فيه 48 ياك؟ واخا صيفط لي رسالة. وراه حيت بزاف صافي. واخا انا شوف انا غنحاول واخا نعرف انا ما والله ما عرفتش هذا حيت كاين بزاف الرسائل في السويسري. واخا نعرفش نحاول باذن الله نسلم الجوال واخا النهار ولا شي احدى الاخوات ولا باش يعاون، لان الناس كلهم دابا وعدناهم. ولكن شوف ان الامور الحمد لله فيها مفاتيح سهله، ولكن الاشكال انا غير كيفاش غادي نلتزم معكم ونحددوا الوقت المكان والزمان اللي غنخدموا فيه سواء المغرب سواء هنايا. هذا هو اللي انت شوف حالتما انا ما جاوبتكش وما طلعتش على الرساله، انت باغي تهبط المغرب حاول تتصل على الرقم 81 81. صافي نعم. ما تنساش الصيف. إلا كنت نقدر أنا طيب أوكي طيب أنا شوف أنا ما أنا مع مسألة البرامج وصافي. أنا يوميا في خدمة الناس. أنا غنشوف بإذن الله تعالى المناسب صافي. إلا كنا نقدر نرجع لك الفالادوليد ما غاديش نبخل عليك، أو نعطيك موعد هنا في برشلونة مثلا. قلتي المغرب انت دابا حاليا ما يمكنش تنزل. صافي مزيان حتى هذا حيت كاين واحد الفتره غنكون فيها في المغرب ونستقبل حالات عندي فيها مواعيد. ممكن نشوف الحالات اللي هي طلبتني في اوروبا، لان بحكم ان عندهم غير الصيف ممكن ان نشوف كيفاش حتى هما نزيدهم في العدد ونستقبلهم ونعطيو برامج مكثفه حتى مع المساعد والاخوه. اذا غير تواصل معايا وتواصل مع الرقم 81 81. صافي وان شاء الله نعاون وعدك، ان شاء الله نحاولوا نلقاو الحل ان شاء الله.
اشوف انا هذا الشيء خلي عليا انا اللي غنعقد الخطه ديال العلاجيه دابا. غير اتصل ب 81 قلنا الشيخ راه نظرا للحاله ديالنا وضيق الوقت في الصيف راه الشيخ خلي ان شاء الله غيتواصل مع الكاتبه وغيشوف ليا الطريقه صافي. قول لها غادي يستقبلني ولا غادي يستقبلني في المغرب. فالادو زوينه فالادو لي فالادو لي زوينه شنو هو فالادو لي فالادو لي زوينه صافي خير ان شاء الله خير ان شاء الله. ابشر سلامك الله يحييك خويا. يا بايا بوليك عندهم بزاف ديال الربيع عندهم بزاف ديال الملكة من الشجر الشلالات ما شاء الله زوين الجو يا مربيع ما شاء الله شايف ما شاء الله. طيب اخواني واخواتي ان شاء الله واحد شويه ونعاودوا نستقبلوا الرسائل او الاتصالات ربنا والله اقسم بالله انا الان مصدوم من كثره الاتصالات في اسبانيا والله العظيم مصدوم. خلي وقت ديالك ما كحشم من الجو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك خويا الله يحفظك. مرحبا بك خويا. اش من مدينه انت اخويا؟ خير ما شاء الله خير. طيب خير ان شاء الله خير خير. ابشر ابشر شنو المشكل عندك خويا؟ اللي اتصلتي بي البارح قبل المباشر. طيب خير ان شاء الله. احكي لي ذكرني شنو المشكل اللي عند الزوجه؟ كنا مشينا هذيك مراكش. اييه انا هذيك المراه وجوج الاولاد جوج الاولاد. اييه هذيك بنت الولد وسميتو احكي لي كنسمعك. نعم اختي. بناتك مربوطين بدك الشيء اللي فيك. شحال في عمرهم بناتك؟ نعم الحمد لله. نعم. ضربك بجنوي. نعم واضحة. لأن بعد حصة الثلج لأن عنده عهود على السلالة وعليكم كأنه بغى ينتقم، يعني ما باغيش يتفك عليك وعلى وليداتك، صافي واضحة الأمور مزيان. ماشي مشكل، إذا خاصنا بإذن الله نكملوا. هذا هو اللي كاين. ما شاء الله. خير إن شاء الله. دابا أنتم غتنزلوا المغرب ولا لا؟ صافي، إذا أنتم باغين هنايا في إسبانيا. واخا طيب انا بلاتي انا غير سجلت الرقم تاعك اتصلوا بيا باذن الله وماشي مشكل نشوفوا لا شوفي باش نوعدك دابا حاليا غيكون صعيب عليا ولكن المهم نجي عندك ماشي مشكل غير دابا هذه الفتره لا لان هذه الفتره هذه عندي التزامات عندي حتى التزامات في المغرب فهمتي ولا لا؟ انا باش نكون معك لكن اللي غادي نوعدك به تواصلي مع الاخت في 81 وان شاء الله تعال باش نتواصل معك بالرقم ديالي ديال المغرب ونشوف لك راه غندير معكم الاونلاين ونعطيكم الخطه اللي غنمشيو عليها الى حين نستقبلكم هنا في اسبانيا ولا نجي عندكم صافي. ما عنديش المشكل نهائيا بالعكس. صافي فهمت وحاولي شوفي حاولي لعقلتي على الجلسه ديالك صيفطيها ليا لان الجلسه تاعك راه مهمه غادي نشوفها ونطلع عليها غتوفر عليا بزاف د الحوايج غنسمع شنو قال شكون هما غنوصلوا ان شاء الله للجرح دغيا.
ونعالجوه باذن الله. صافي انا في حاله ما نسيتك اتصلي بالاخت 81 وقولي تذكرني ها هو المقطع ديالي والشيخ شنو قال لي. صافي يا الله يسخر الله يسخر امين اياك. نعم الله نجي باذن الله والله نجي ما كاين حتى مشكل. الله يحفظك اختي الله يكبر بك الله يحفظكم. الا نجي عندك كاين طوموبيل كاين ما كاينش المشكل نجي عندك ان شاء الله. اسبانيا راك الحس راسي بحال في المغرب راه داكشي ما كاينش الفرق نهائيا. الله الله يحفظك الله يكبر فيك شكرا الله يحفظك. السلام عليكم الله يحفظكم. السلام عليكم. طيب نوقف ان شاء الله البث. فالحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى يوفقنا للخير. اللي انا مصدوم منه هو هذا العدد الكبير ديال الناس اللي مرات في اسبانيا. راه كنتكلم على اسبانيا ما تكلمناش على ايطاليا هولندا المانيا بلجيكا ما تكلمناش على دول اخرى. يعني هاد الناس راه صراحه اقسم بالله الى البيوت تئن في صمت البيوت اسرار